مرحبا، اهلا وسهلا، شخباركم؟ هاي، ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا اهلا، شلونكم مع البرد؟ وعليكم السلام. اوكي، انا ببدي على طول، واللي طوفه يقدر يشوف عقب ما احفظ الفيديو، لان الوصفه تحتاج ربع ساعه بالفرن، والوقت اللي هي تكون بالفرن نقدر نسولف عن موضوع اليوم. فموضوع اليوم شلون نستعد للسنه الجديده، وبنفس الوقت راح نسوي ديزرت. الديزرت نباتي وخالي من الجلوتين وخالي من السكر المكرر، وبراوني على كيك يونس الصراحة، وجدا سهل وجدا بسيط وسريع. فعندي الحين أنا المكونات الناشفة، المكونات السائلة راح أخلطهم بعد شوية مع بعض، بس عندي كم سؤال حقكم. إنزين، دائما أول اللايف أحب أسألكم بعض الأسئلة وتشاركوني قبل لا ندخل بالوصفة. أوكي، أهلا أهلا، هاي عزيز. أوكي، أول شيء، منو يشوف إنه هو إنسان ناجح؟ لا تستحون، عادي كتبوا. شكلكم مستحين. من يشوف إنه هو يحس إنه إنسان ناجح؟ أوكي، تبوني أنتقل للسؤال اللي بعده يعني؟ شكلكم مستحين. إنزين، السؤال الثاني، وأنا كنت سألته أمس كبوست وحطيته كستوري، شنو الدروس اللي ودكم لو دارسينها بالمدرسة أو لو درسونها عيالكم؟ شنو؟ وأبي أنجح زيادة إن شاء الله. لا، الحمد، راضيين الحمد لله. اوكي، ليه الحين في ناس قاعد يدخلون باللايف، بس انا بضل اكمل اسال الاسئله. الادب العربي حلو، اندبندنس ممتاز، هاي بوبو. شنو ماده تجارب الاخرين؟ هاي حبيبتي، هاي أولا. معرفة النفس ومعرفة لو درسنا أضرار الأكل الغير صحي من بدري. إيه والله صدق، ديننا الحنيف. حلو، أجوبتكم عجيبة، مشكورين. أوكي، إنزين، السؤال الثالث، هل يومك مصمم بطريقة أنت سابق الأحداث، أو هل الأحداث سابقتكم؟ يعني يومكم الأحداث تحدد شنو يصير بيومكم، ولا أنتوا سابقين الأحداث؟ وعليكم السلام. ترى مو إلا تجاوبون، بس هذه الأسئلة قاعد أسألكم إياها، أبيكم تفكرون فيها، لأن راح نرجع هذا الموضوع عقب ما ندخل البراوني بالفرن. هلا بالسمية. الأحداث تفوز دائماً. أوكي، مرة كذي ومرة كذي. أوكي، حلو، تمام. عندي بعد كم سؤال، مو لازم تجاوبوني، بس بدي إن تخلون هذه مثلاً الأجوبة في بالكم، أو تفكرون بهذه المواضيع اللي بطرحها الحين ونرجع لها بعدين. منو عنده فكرة أو مشروع ومن زمان وده يبدي فيه ومو عارف شلون؟ أوكي، وبنفس الوقت أبيكم تكتبوا لي بالتعليقات أو على ورقة شيء اللي يناسبكم، شنو شيء جميل في حياتكم. ممكن تكون علاقة، ممكن تكون الصحة، ممكن يكون إنجاز معين، ممكن حتى يكون شيء تملكونه. أوكي، أبيكم تسجلون عند بالتعليقات أو عندكم على ورقة شيء غالي بالنسبة لكم، شيء تحبونه. زين، سواء إنسان، علاقة، إنجاز، شيء تملكونه. أوكي، وراح نرجع حق هذه النقطة بعدين، تمام؟ أوكي، خلصنا من الأسئلة.
إن شاء الله في أشياء كذي صارت ببالكم، مثل ما قلت رح نرجع لها بعدين عقب ما نخلص الحلو ونحطه بالفرن. أنا شو رح أسوي الحين؟ أنا الحين على السريع رح أخلط المكونات مع بعض وحطه بالفرن، وبعدين أشرح لكم عن المكونات إنزين عشان ما نضيع وقت، وبعدين ندخل موضوع اللايف اللي هو شلون نستعد للسنة الجديدة بأفضل طريقة. تمام، فعندنا المكونات الناشفة، فهذا الآن أحب الوصفات اللي كذي، اللي مكونات ناشفة مكونات سائلة وانتهى الموضوع. فأنا بس خلطت كل المكونات الناشفة مع بعض وشخلتهم، أوكي، والحين عندي المكونات السائلة بس راح أضيفهم. أبيت صقول مع البرد جمد زي جوز الهند، عادي عادي طف. إنزين اوكي، بس نخلط المكونات الناشفه مثل ما تشوفون كذي، زين نقلبهم مع بعض، وبعدين راح اضيف قطع من الكاكاو الداكن وهم نخلطه، وعندي زياده من الشوكليت راح اضيفه فوق قبل لا يدخل الفرن. اوكي، فبس خلطته عدل لين ما المكونات الناشفه المكونات السائله تكون يعني انخلطت عدل. اوكي، إنزين، فعندي أنا القالب اللي راح أحط فيه البراوني، راح أستخدم هذا السكيلت صراحة لأنه شيء يونس، يعني ممكن تستخدمون أي قالب تحبونه، قالب متوسط الحجم إلى صغير، الكمية مو كبيرة مثل ما تشوفون، يعني تكفي 4 أشخاص إذا مو يعني إيه 4 أشخاص زين، خصوصاً حق الناس اللي ما يأكلون وايد. أوكي، الحين سأقول ما خلطت عدل. أوكي، فالحين بنقلها إلى القالب، وكنت داهنة القالب بشوية من زيت جوز الهند. زين، حط كله ما نخلي ولا شيء. أوكي، بين. أحتاج سباتشولا ثانية. زين، الحين اخر شيء طبعا تقدرون تستخدمون نفس قطع الشوكليت اللي كانت موجوده داخل، بس انا هم عندي شويه شوكليت شيبس بس كشكل، اللي هم هذه الماركه انجوي لايف، عارفين اخذتهم من سيف بوينت تلقونها بكارفور. اوكي، هي خاليه من الالبان. اوكي، فراح ارشها من فوق، خليني اوريكم بس كذي بس بالتساوي من فوق. اوكي، زين، وبعدين اخر شيء راح احط شويه من الملح الفليكي سولت. اوكي، بس يونس صراحه ماشي مع طعم الكاكاو، وانتهى الموضوع، احطه بالفرن على السريع ربع ساعه. اوكي، الحلو بالوصفه ان حتى لو تطلعونها وليحة مو مستويه عادي، لان هي نباتيه فمو لي مثلا فيها بيض، بديل البيض بهذه الوصفه أكثر من شغلة، بس أهم شيء الموز، والموز تستخدمونه بهالطريقة يكون مستوي عدل، لأنه يعطي حالات أكثر حق الوصفة. أوكي، فمن أفضل البدائل مو بس حق البيض، حتى حق الوصفات اللي خالية من الجلوتين هو الموز. أوكي، فهذا ليش إحنا ما عندنا نوعا ما بديل للبيض للوصفة غير الموز. الشيء الثاني هو السيليوم، هو نوع بودرة مثل ما تشوفون كذي، يخلي الكيكة تكون متماسكة أكثر، لأن البيض يلعب هذا الدور إنه يخلي المكونات تكون متماسكة، فراح أحط شوية سليم. لكن إذا ما عندكم إياه عادي، إنزين أنا عادة أطلبه من آي هيرب، بس مو وايد ضروري، هذه أحد المكونات الناشفة. باقي المكونات الناشفة بالوصفات اللي خالية من الجلوتين، أنا النوعين الطحين المفضلين بالنسبة لي هما طحين اللوز نفس هذا تلقونه عند بلو باشن، اوكي هني بالكويت يعني، وطبعا تلقونه بالجمعيات، وعندنا مال بوب ريد ميل اللي هو طحين الشوفان. اوكي، الحلو بهذا النوعين من الطحين انه مو لازم تشترونهم بهالطريقه. اوكي، انتم اذا عندكم اللوز اللي يكون بدون القشر تطحنونه عندكم بالبيت، وعندكم شوفان هم تطحنونه عندكم بالبيت وتشخرونه شويه على اساس انه فيه قطع كبيره، وبس ماكو اسهل من كذي. هذول النوعين الطحين اللي نبدي فيهم. بعدين احب انوع استخدم نوع طحين ثالث اللي هو يكون خفيف او نوع من النشا،
احنا بهالوصفه لانها وصفه شوكليت فقاعد استخدم بودره الكاكاو، فهذا نوعا ما يكون قاعد يعطي طعم، بس في نفس الوقت هو يكون طعيم لطحين النوع الثالث بالوصفه. اوكي، غير شيء طبعا عندنا البيكنج باودر وبيكنج سودا، هذول اخذهم من ارض الطبيعه، هم احب بنوت بوبز ريدميل. بس اي طبعا غير الموز، موز يعطي تحليه شوي، ولا تفكرون انكم بس يعني تستخدمون موز كتحليه، لا، لان حتى مع اضافه السكر هم الوصفه ما تنعد حاليه كثير. فانا استخدم سكر جوز الهند، ممكن تستخدمون سكر التمر، ممكن تستخدمون السكر اللي تفضلونه. لا تبالغون بموضوع انه ما عندي هذا النوع من السكر او هذا النوع من السكر غالي، استخدموا السكر اللي عندكم. الوصفة فيها مكونات اخرى صحية وتساعد على توازن نسبة السكر بالدم. اوكي، فلا تحاتون، في عندكم الموز، في عندكم انواع من الطحين اللي فيها اللي عالية بالالياف، فلما تخلطون كل هذه المكونات مع بعض ما يأثر على نسبة السكر بالدم، نفس لما تشربون مثلا كولا فيها سكر وما فيها اي شيء ثاني. عرفتوا قصدي؟ اوكي، خلينا نشوف اذا عادي، اذا ما عندي طحين شوفان او طحين ما عندكم طحين او طحين اللوز قصدك، اذا ما عندك طحين مثل ما قلت انت بس اشتري الطحين، اشتري اللوز اللي مقشر اوكي، واشتري شوفان وطحني عندك بالبيت، ماكو اسهل من شيء. تمام، المهم فمثل قلت لما قلت لكم، اذا ما عندكم سكر جوز الهند استخدموا السكر اللي متوفر عندكم، بس راح تفرق نسبه الحالات، يعني مثلا سكر تمر اقل حالات من سكر جوز الهند، سكر جوز الهند شوي اقل حالات من السكر العادي مثلا او السكر البني العادي. اوكي، مكونات الحين الرطبه، اوكي، عندنا مثل ما قلت لكم الموز، وعندنا زيت جوز الهند، انا قاعد استخدم اللي يكون ريفايند، لما يكون ريفايند يكون ما في طعم جوز الهند، بس عادي الوصفه لان فيها الموز ولان فيها الكاكاو تتحمل انه يكون في يعني طعم زيت جوز الهند ما ياثر عليها، فحسب شنو تفضلون وشنو عندكم. وهم دهنت الصينيه بزيت جوز الهند. باقي المكونات السائله عندنا حليب نباتي، انا دائما عندي اوتلي فهذا اللي قاعد استخدمه، لو عندي نوع ثاني كان استخدمت نوع ثاني، مثلا ممكن طحين اللوز او طحين مثلا الرز، شنو عندكم متوفر. عندنا شويه فانيلا وبس، هذه كل المكونات، ومثل ما شفتوا او ان شاء الله تشوفون اذا شفتوا التسجيل، راح نخلط كل المكونات الناشفه مع بعض ونشخلهم، ونخلط كل المكونات السائله مع بعض، وبعدين نضيف السائل على الناشف، واخر شيء نضيف الشوكليت ونحطه بالفرن مع رشه من الملح، طبعا رشه الملح اختياري. في بعد شيء انا ضفته مع المكونات الناشفه اللي هو الدارسين او القرفه، بس هذا اختياري اذا انتم حابين طعم القرفه اللي هو اصلا يمشي مع الموز ومع الشوكليت، توكلوا على الله وحطوا نص قفشه. اوكي، قصدك حليب لوز او اوت؟ اي حليب اللوز، حليب الاوت، حليب الرز، رايس ميلك. اوكي، ترى عادي سوي ميلك النوع اللي عندكم، هذا حق اللي عنده حساسيه من الالبان، اللي ما عنده حساسيه من الالبان او مو نباتي يستخدم حليب عادي. اوكي، حليب كامل الدسم عادي، اصلا الكميه مو وايد كبيره اللي بالوصفه. اوكي، فخلصنا من الوصفه، خلينا نشوف ايش كثر باقي وقت. باقي ابوي ما صدقكم شنو سويت، ما حطيت شو اسمه كله كذي. اوكي، لازم ارجع شغله مره ثانيه. كذا صار لنا وقت انزين، بس خليني احط مره ثانيه الوقت. اوكي، يلا الحين ندخل بموضوع اليوم. مثل ما قلت لكم شلون نستعد للسنه الجديده، سالتكم بعض الاسئله. لحظه خليني لو اجاوب. بدل طحين الشوفان نستخدم طحين جوز الهند؟ لا لا لا، طحين جوز الهند لا. ما احب طحين جوز الهند، يعني يمكن تعرفون شنو، لازم اسوي يمكن لايف كامل بس عن الخبز بمكونات خاليه من الجلوتين. طحين جوز الهند عطشان، دائما عطشان، يحتاج كثير من السوائل ويحتاج كثير بيض. عاده الوصفات اللي فيها طحين جوز الهند يمشون مع البيض، اوكي، وتحتاجون كميه جدا قليله، راح تتغير الوصفه كليا اذا استخدمتوا طحين جوز الهند. انا فاهم الاحساس، لان الواحد لما يشتري طحين جوز الهند
ويتوهق فيه ويقعد عنده بالكبت، لأنه بس يحتاج كمية بسيطة علشان يسوي وصفة. يعني مثلا طبعا مو تسوون هالشيء لأن أنا مو مجربة طحين جوز الهند بهذه الوصفة، ولكن إذا الوصفة هذه فيها مثلا كوب طحين راح تحتاجون تقريبا ملعقتين كبار من طحين جوز الهند بس. بس قاعد أقول لكم كمثال، مو تجربون هالشيء، إذا جربتوا على مسؤوليتكم. أوكي، النكهة تكون كلها دقيق لوز بدون شوفان. شوفي ممكن، بس راح تتغير الوصفة، وأنا ما جربت. أنا دائما شوفوا طحين إجمالا الخبز الخالي من الجلوتين عادة خصوصا الوصفات النباتية اللي ما فيها بيض ما تتحمل إنك تستخدمون نوع طحين واحد، لأن كل نوع طحين يساعد يعني يعطي مثلا قوام معين إلى الوصفة، فهذا ليش تحتاجون تخلطون أكثر من نوع. اوكي، ممكن المقادير مو المكونات، انا راح احط لكم المقادير لا تحاتون، راح احط لكم المقادير بالوصف بس ما بيطول الفيديو، على قصدي بالش اسمه لما احفظ اللايف راح احط لكم المقادير ان شاء الله فلا تحاتون. اوكي انزين، خلينا ندخل بموضوع اليوم اللي هو شلون نستعد للسنه الجديده. اوكي، ف عندي صبوره، ايش رايكم اني عندي صبوره؟ انا صراحه لما اخذت الصبوره كانت اذنها شكلها حلو وماشيه كذي مع ستايل المطبخ، بس اخرتها راح شكلي استخدمها باللايف لما بشرح لكم موضوع. بس لازم الف الكاميرا لان الله يسلمكم اذا خليتها كذي راح يطلع عندكم مقلوب. اوكي واضح ان شاء الله ما يتحرك وبعدين ما ادري. اوكي انزين، ف اللي ابي اشرح لكم اياه، انتم تخيلوا الحين انزين، فانتوا الحين تخيلوا ان احنا الحين بدايه هذه السنه، يعني سنه 2021، تخيلوا ان احنا كنا بدايه السنه وعندنا معدل صفر. معدل صفر يعني احنا لاول بدايه السنه وللحين ما حققنا اي شيء من اهدافنا. فعندنا الحين اخر السنه اللي هو الحين هالوقت الحالي، وعندنا 100% لو احنا حققنا كل اهدافنا تمام. فمعظم الناس ما يصلون ل100%، وهذا شيء طبيعي عادي، حلو الواحد يكون عنده تطلعات وعنده اهداف وهذا يكون دافع انه هو يكمل، بس مو معناته لازم يوصل له عشان يكون ناجح. فانتوا خلينا نقول مثلا، خلينا نقول انتوا وصلتوا الى 70%، حققتوا 70% من اهدافكم. اوكي، المشكله شنو يصير؟ المشكله لما الواحد يركز مني يركز على الجزء اللي ما قدر يحققه وينسى كل هذا اللي هو انجزه واللي هو قدر يحققه. لما الواحد يركز على هني شنو يصير عنده؟ يصير عنده احباط. اوكي، لكن اذا ركز على هذا الجزء، اوكي الجزء الزائد، خلينا نقول هني الزائد وهني الناقص، زين الواحد يركز على هني يكون عنده شعور بالتفاؤل وشعور انه يقدر يكمل اكثر تمام. ف أبي أعطيكم مثال بس عشان أوضح الفكرة أكثر. مرت علي هذه المعلومة الصراحة وانبهرت منها، إن اللي اللاعبين بالأولمبيات إن اللي يفوز بالبرونز يكون أسعد من اللي يفوز بالميدالية الفضية. ليش؟ لأن اللي فايز بالبرونز يكون بالنسبة له أشوني وصلت، بس اللي فايز بالميدالية الفضية يكون يقارن نفسه او يكون يفكر ان انا وايد كنت قريب من اني اوصل حق الذهبيه. ف يعني هذا الشعور يخليه هو هني بدال ما يكون هني، عرفت شلون؟ فانا ابيكم مهما انجزتوا ومهما سويتوا خلال هذه السنه ابيكم تفكيركم هني ما يكون هني. فاعطيكم مثال ثاني لعلاقه بالاطفال، اوكي عشان اوضح لكم الفكره اكثر، دائما الامثله تساعد. الحين الاطفال لما تعطونهم مثلا حلاوه، خلينا نقول عندكم، خلينا نقول نفس الحين عندنا شوكليت شيبس، اوكي يقولوا لي انا ابي شوكليت شيبس، اوكي اعطيكم شويه منها، خلينا نقول اعطيهم 10 حبات من شوكليت شيبس. ما يفكر انه صار عنده 10 حبات وما كان عنده شيء، كان صفر وصار عنده 10، يفكر بس بالكيس وشنو اكو بالكيس وشلون هو ما قدر يحصل الباقي اللي موجود بالكيس. وانتوا لما الياهل يسوي معاكم كذي شنو بالنسبه لكم؟ بالنسبه لكم انه يعني ايش دعوه هو مو قادر مثلا؟ المهم
فالياهل لما يفكر بهالطريقة بالنسبة لنا إحنا الكبار إنه يعني إيش فيه مراضي يستوعب إنه هو كان مو حاصل له شيء والحين محصل شوية، ليش مو قادر يقتنع؟ نفس الشيء إحنا قاعد نسوي نفس الشيء لما نركز على هني وما نركز على شنو إحنا أنجزنا. مثال ثالث له علاقة بالأطفال، خلينا نقول أنتوا طالعين مع اليهال، أتوقع كل واحدة صاير معاها هالشيء، زين اللي عندها يهال طالعينهم مول وماخذين معاهم ربعهم ومونسينهم وصارفين عليهم وديهم خلينا نقول ماجيك بلانيت وموكلينهم، وبعدين بالطلعة يمرون على مثلا محل ألعاب وإلا يبون يدخلون يشترون لعبة، وبعدين يضيق خلقهم إنه ما شريتوا لهم لعبة وينسون كل اللي هما سووه واستانسوا وونستوه وكل هذا، يفكرون بس اللعبة اللي ما حصلوها. زين مدام أنا مرشدة صحية خلينا نعطيكم مثال لعلاقة بالصحة. في ناس مثلا يبدون السنة وفي بالهم يعني هدف معين من ناحية الوزن، يبون يوصلون حق وزن معين، فيروحون النادي، يبدون يأكلون أحسن، يبدون يأكلون مثلا أكثر بالبيت، يبدون مثلا شو أقول لكم يعني أي سلوكيات اللي هي تساعد على وصول حق هذا الهدف، بس ما يصلون حق الوزن، وزن اللي هم كانوا يبونه، وتركوا إنه مثلا يمكن يعني نقصوا خلينا نقول وزنهم نزل شوية بس ما نزل يعني عدد الكيلوات اللي هم في بالهم، بس ينسون كل المنافع الثانية الصحية اللي حصلوها من هذه السلوكيات اللي غيروها. فدايما لما تبون تشوفون السنة اللي طافت وشنو أنتوا أنجزتوا لا تقارنون بأهدافكم، قارنوا أنتوا شنو كنتوا عليه أول السنة ووين وصلتوا أنتوا الحين. إحنا بالأخير ليش قاعد نحاول نحقق أهداف؟ إحنا الهدف إن نشعر بالسعادة، هذه الغاية من تحقيق أهدافنا. فإذا أنتوا ركزتوا على 70% راح تشعرون بالسعادة، لكن إذا ركزتوا على 30% ما راح تشعرون بالسعادة. أوكي أعتقد إني الحين بلف الكاميرا لأن مو عارفة إذا قاعد تشوفوني ولا لا. أوكي أوكي وضحت الفكرة تمام. شوفوا خلوا في بالكم ترى الناس يتفكر بهالطريقة عادة إنجازاتها عالية، وأنا فاهمة هالشيء لأن الواحد اللي هو إنجازاته عادة عالية لما يوصل حق الشيء وسوي اللي مثلا يحقق الهدف ما يقدر هو شنو سوى، يفكر يلا اللي بعده. أنا يعني قاعدة أعالج هالشيء فيني أصلا، دائما الواحد يتكلم بالموضوع اللي هو يبي طبقه يعني بنفسه ويذكر نفسه فيه، عرفت شلون؟ يعني أنا بصراحة من النوع اللي كل ما أحقق هدف دائما قاعد أفكر يلا اللي بعده يلا اللي بعده، ما أقدر شنو أنا سويت، عرفت شلون؟ وما أبيكم تفكرون إذا أنتوا ركزتوا على إنجازاتكم معناته أنكم ما راح تبذلون مجهود ولا تصيرون مثلاً كسلانين كلش. إذا أنتوا قادرين تحققون أهدافكم ولا قادرين تنجزون إنجاز عالي حتى لو أنتوا قاعد تفكرون بالناقص غير ما تفكرون بالزائد، فتخيلوا إيش كثر راح تزيد إنتاجيتكم إذا أنتوا ظليتوا تفكرون هني بالمكان الإيجابي. في عندي اي شيء لان اخر شيء لان الزيت بيطلع من الفرن. اوكي فانا سالتكم اول اللايف شنو الشيء الجميل او الغالي عندكم، اوكي وقلت لكم تسجلون او تحطون بالكومنت شنو الشيء الجميل في حياتكم، قولوا لي اذا في صوت ولا لا. الحمد لله صوت، الحمد لله. أصلاً تدرون إن خلص البراوني وضيعت وقت وشكله ظل زيادة بالفرن زيادة عن اللزوم. أوكي أشوى كاهي البراوني، شوفوا شكلها وايد ثقيل. حلو صح؟ نايس؟ أوكي أوبس فلسفت تحركت المكانها. أوكي ترى أنا ما أذكر شنو كنت قاعدة أقول، خلنا ننطر عليه يبرد شوي لأنه وايد حار. فلما راح الصوت كان أي موضوع على أعيد على آخر شيء اللي كنت قاعدة أقوله، إن سألتكم أنا أول اللايف شنو الشيء الغالي عندكم، شنو الشيء اللي جميل في حياتكم، وتخيلوا لو أنت لو هذا الشيء يختفي الله لا يقول. أوكي فلما الواحد يفكر ويركز على اللي هو ما قدر ينجزه
وما يركز على إنجازاته، كأنه لو الشيء الغالي عندكم مو موجود. وقتها لو الإنجازات اللي أنتوا حققتوها بالسنة اللي فاتت تختفي، وقتها راح تحسون قيمتها. فتخيلوا حياتكم لو كل هذه الإنجازات تختفي عشان تقدرون تقدرونها أكثر. أوكي؟ كمان أوكي. أقول لكم إياه عن الأهداف، على ما تبرد البراوني شوية وأحط معها آيس كريم. بالصورة كنت مجربتها مع آيس كريم فانيلا من تكستشر، الله يعافي تكستشر عندهم خيارات وايدة. هذا البينت، أعتقد البينت البروتين، ما أذكر والله. شوفوا أعتقد كان أخذت وقتها فانيلا كنا كيتو، والثاني البينت باتر والفانيلا اثنيناتهم كانوا كيتو. وطبعا أنا ما أخذتها على أساس الطعم، مو لأنه كيتو، اوكي ما يهمني، المهم الطعم. فاليوم بحط معي بينات بتر، لان يعني الدمج ما بين البينات بتر والشوكليت والموز ممتاز. صح كلامي؟ صح ولا لا؟ اوكي. اشبه الاستاذة الطاف. لازم. خليني اقول لكم عن الدورة. في عندي دورة تبدي الاسبوع الجاي. فنشتغل عليه في الدورة هو نركز على انجازاتنا بالسنة اللي طافت. لا تكتبون أهدافكم للسنة الجديدة إذا ما صج قدرتوا نفسكم وقدرتوا إنجازاتكم وبعدين كتبوا أهدافكم. كتبوا أهدافكم من منطلق متفائل، من منطلق إيجابي. أوكي؟ تمام؟ فهذا أول شيء نشتغل عليه خلال الدورة. الشيء الثاني، أنا وقتها سألتكم بأول اللايف إن هل تحسون إن اليوم سابقكم ولا أحداث اليوم أنتوا سابقينها؟ أوكي؟ فإذا أنتوا تحسون أن الأيام تركض والأحداث تصير وأنتوا قاعدين تحاولون تلحقون، مو أنتوا سابقينها، راح تفيدكم الدورة. لأن الدورة تأخذكم من البسيط إلى المستوى الأعلى، شلون ترتبون نفسكم وتخططون مو بس حق اليوم، لأنه ماكو فايدة الواحد يخطط حق اليوم بدون ما يكون عنده خطة للشهر وللأسبوع. والشيء اللي جدا مهم إن الواحد ما يكتب أهدافه أول السنة وبعدين ينسى عنها. فالدورة هم تعلمكم شلون ترجعون حق أهدافكم كل شهر وكل أسبوع، بحيث إن أولوياتكم خلال الأسبوع وخلال اليوم دائما في عندكم أهدافكم في بالكم. الشيء الثاني، والدورة هذه جدا تصلح حق الناس اللي دائما معطين اهتمام ووقتهم حق الناس اللي دار مدارهم، لكن لما يجي حق نفسهم يعني يهملون نفسهم. اوكي؟ فهذا هم الدورة تخليك انت الأولوية بحياتك، وهذا الشيء جدا مهم وما له علاقة بالأنانية. هم راح يفيد الشخص اللي ما عنده توازن في جوانب حياته، اوكي؟ فهو ناجح كثير مثلا بجانب من حياته وجانب ثاني هاملة. هم تساعد الدورة انه نخلق توازن اكثر في حياتنا. ومثل ما قلت لكم بالاول، اللي عنده مثلا فكرة او مشروع وحاب يبدي فيه ومو انه مو عارف شنو لازم يسوي، بس من كثر ما هو مغمور بحياته وبمسؤولياته مو قادر يبدي. اوكي؟ ولما يفكر انش كثر هو عنده شغل لازم يسوي عشان يقدر يحقق هذا المشروع، يستسلم وبعدين ما يسوي شيء. هذه من الأشياء الثانية هم نشتغل عليها خلال الدورة. بعض المعلومات عن الدورة، بدأ يبرد تقريبا، انزين. بعض المعلومات عن الدورة تبدي في 3 يناير. في خيار أنكم تشتركون وتنضمون حق المجموعة اللي بالإنجليزي أو المجموعة اللي بالعربي. فاللي يتكلم اللغتين يكون عنده خيار يحضر يا العربي يا الإنجليزي. فمثلا إذا اليوم اللي في جلسة العربي ما تقدرون تحضرون، ممكن تحضرون جلسة اللي بالإنجليزي. أوكي؟ الشيء الثاني، الجلسات مدتها ساعة، والساعة ترى أنا عادة الجلسات اللي أسويها تكون فوق الساعة ونص، وهم يطوف بسرعة. فتخيلوا لما تكون ساعة، ولأنها على طريقة ورشة عمل، فمو اللي مثلا طول مدة أنا قاعد أتكلم، لا، أنتوا خلال الورشة تكونون قاعدين وتحلون بعض التمارين. واستغلوا أنكم تحضرون الجلسات لايف، لان اذا اتكلتوا على التسجيل، وراح يصل لكم تسجيل، اذا اتكلتوا على التسجيل راح تأجلون واخرتها ما تسوونه وما راح تستفيدون. بنفس الوقت لما تحضرون لايف معناته قاعد تحضرونه من اول السنه وتستغلون طاقه البدايات، وهذا الشيء جدا جدا مهم عشان تستفيدون من هذه الفتره. السعر راح يزيد بعد 3 يناير.
السعر 39 دينار، وعقب 3 يناير تصير الدورة ب 50 دينار. فاستغلوا هذا الوقت عشان تشتركون وتستغلون العرض. نجرب البراوني، معنا أنا مو متغدية وأبي أتغدى، فما راح أكل وايد وأخليها حق بعدين. صج الصج حالاتها الحين وإهي دافية، شوفوها من داخل شلون كذي فجي شوية، بس مو وايد فجي، يعني على براوني على كيك، مو براوني براوني. بس إذا خليتوها بالفرن أقل، أو ما تنسونها، أو ما تكون قاعد تسوون لايف وأخرتها وما تكونون مركزين مثل صار معاي ويروح الصوت بدون لايف جديد، راح تكون بعد لينة أكثر يعني. أوكي، شوية بينات باتر آيس كريم، وبعدين يذوب البينات باتر آيس كريم لأنه الحين حارة. عشان زين كذي انتم موجودين، نفس لما اسوي كلاس الطبخ واقدر اخليكم تجربون معاي. تمام، فهذا اللي كنت بشارككم اياه اليوم. في اي احد عنده اي سؤال بعد كم دقيقه زياده عشان اجاوب اسئلتكم. ناكل بعد شويه نرجع عقب الغداء. اوكي، اللي عنده اي سؤال لا علاقة بالوصفة، لا علاقة بالدورة، يراسلني على الخاص وأشوفكم باللايف القادم اللي ما أدري متى راح يكون. الله يعافيكم، يلا أتمنى لكم سنة مملوءة بالتفاؤل والإيجابية، ومثل ما قلت لكم ركزوا على إنجازاتكم، ابدوا السنة مع طاقة إيجابية وقدروا نفسكم، وإن شاء الله تكون سنة خير عليكم وعلينا جميعا. مشكورين، باي.